بسم الله الرحمن الرحيم، معاك اخوكم كمصر من معرض غصن الزيتون لتجارة السيارات. النهارده بنتشرف ان احنا بنسلم عربية سوزوكي فان 2013 حتة من الممنوعات زي ما احنا متعودين لاخواتنا وحبايبنا اللي اتعرف عليهم دلوقتي. نتعرف على حضرتك. محمد البنداري، تالا منوفية. حبيبي يا عم محمد، احسن ناس من المنوفية. شرفنا في معرض غصن الزيتون بحسين تشتري عربية سوزوكي فان. الله يخليك يا زعب. حابين نعرف رأي حضرتك في معرض غصن الزيتون ايه؟ والله صراحة المعرض بتاعكم بيسهل مع الناس كتير، ولا بيعرضهم لبنك ولا بيعرضهم لحاجة، وبتاخدوا اللي معانا والباقي بتكتبوه، يعني برضه بتسهلوا معانا في القسط وكده، ويعني احسن ناس والله. الله يباركك يا سعادة. بصراحة الواحد استريح نفسيا ساعة ما جينا والله. الله يباركك يا باشا. ايه رأيك بقى في العربية انت خدتها؟ لما صلى على النبي، انا عربية والله يعني انا ارتحت لها نفسيا. انا 2013 بس هي في حالة الزين. انا ارتحت لها نفسيا والله، ان العربية حلوة لما صلى على النبي، وربنا يستر الطريق. الله يبارك لك يا باشا. الله يبارك لك، ربنا يديك خير ويكفيك شر يا عم محمد. حابين برضه نتعرف على اخونا اللي معانا. هو احمد يا باشا. حبيبي يا عم احمد، ايه رايك بقى في معرض غصن الزيتون؟ الله اكبر عليكم بصراحه، يعني كل العجل اللي عندكم ما شاء الله عليه. الله يبارك لك. حاجه بتطلع مننا على المسطره، عجلك وستبنك وبطاريتك زيرو، وكل حاجه زيرو تمام التمام، مفيش اي غلطه، والعربيه قدامك اهي. الله اكبر، كل حاجه هنا كسر زيرو، جميله جدا والله، والسعر مريح وكل حاجه. الله يبارك لك يا سعاده الباشا. حد اثر معاك في اي حاجه؟ لا والله بصراحه عدد حاجه هنا في المعرض والله انت ناس كويسه، ضغط عليك في حاجه؟ 100 والله. وفي راحه في السداد، لو ما معكش حاجه مبلغ كامل بيريح معاك من غير تقسيط ومن غير فوائد ومن غير اي حاجه بصراحه. الله يبارك لك يا عم، متشكرين جدا ليك والله. ناس محترمين يا سعاده الباشا، وفي نهايه اللقاء ان شاء الله فتحت خير. ان شاء الله ان شاء الله ما يكونش اول اخر تعامل مع ربنا ان شاء الله. حبيبي يا سعاده الباشا، في نهايه اللقاء منكم من ربنا يديكم خير ويكفيكم شر يا سعاده الباشا.